العشوائي عصام يوسف. ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة جامعات مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودور الثمانية من أقوى موسم، الموسم الثاني للجامعات لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الثاني من العباقرة جامعات، يا ترى مين اللي هيفوز بكأس البطولة؟ ويا ترى مين الطالب اللي هيفوز بكأس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثالثة كل نقطة ب10,000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير الكرة المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 27 مليون و200 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لتطوير الكرة المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو وصلت لدور الثمانية بجدارة، فازت على جامعة عين شمس وجامعة الفيوم. من محافظة القاهرة نرحب كلنا فريق روبوتكس الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي جامعة مصرية مستقلة غير هادفة للربح ومتعددة الثقافات والتخصصات. تعتبر الجامعة واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية. تأسست عام 1919 في ميدان التحرير في وسط القاهرة، وأصبح مقرها الحالي بالقاهرة الجديدة، ويوجد لها مجلس للأوصياء وبعض المكاتب الإدارية في نيويورك. كان الرئيس الأول لها هو تشارلز واتسون، الذي ظل في منصبه لمدة 25 عاماً. تقدم الجامعة تعليماً قائماً على التفكير النقدي والتحليلي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وبرامج مهنية بالإضافة إلى برامج التعليم المستمر. حماسة الجامعة الأمريكية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هتدي منهم 4 وهم. أنا كنت البيست بلاير في ماتش دور 32 ودور 16، وإن شاء الله أمس جامعتي كويس دور 8 وفي ماتش البيست بلاير. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 135 نقطة من الجامعة الأمريكية محمود كرم. قلقانة شوية النهاردة عشان ما لعبتش الماتش اللي فات، فممكن أكون مش جاهزة قوي، بس حضرت كتير في الفنون عشان الماتشين اللي فاتوا ضاع مننا نقط كتير قوي في الفقرة دي. حلمي إن شاء الله إني أشتغل في الأمم المتحدة في يوم من الأيام. يعني عايز تخش الخارجية؟ ده مش حلمي الكبير، بس ممكن يكون جزء منه. لما وصلنا دور الثمانية ما كنتش مصدق ان احنا عملنا حاجة زي كده، بس الحمد لله يعني، وان شاء الله النهاردة نعرف نعمل حاجة ونوصل للمربع ذهبي. اجابتك عبد الرحمن بيكي. بيكي بـ20 نقطة، اجابة صحيحة. في دور 32 لعبنا عين شمس، وفي دور 16 لعبنا الفيوم، ودول جامعتين كبار جدا، بس الحمد لله كسبناهم. والنهاردة نلعب جامعة طنطا، ودي برضو فريق قوي جدا، بس ان شاء الله هنحاول نكسب. أني حرب؟ حرب العالمية الأولى. حرب العالمية الأولى، الهدف الأول. روبوتكس الجامعة الأمريكية، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا محمود؟ تمام الحمد لله. متعود عليك الناحية التانية. وأنا متعود على الناحية التانية كمان. إحساسك إيه وأنت قاعد الناحية دي؟ هو إحساس مختلف، وإحساس بالقلق شوية برضه. ليه؟ طبعا احنا بتقابل فرقه محترمه زي جامعه طنطا، واكيد اي فرقه وصلت دور الثمانيه هي وصلت عن جداره. طبعا ما حدش هيوصل دور الثمانيه بالصدفه. طبعا فطبعا بيبقى فيه قلق، في نوعين من القلق، قلق قبل الحلقه وقلق جوه الحلقه. طبعا طبعا وقلق جوه الحلقه بيبقى فعلا صعب، يعني التصوير بيبقى صعب مش زي ما انت تتفرج على التلفزيون خالص، الاحساس مختلف خالص في الاستوديو. محمود الماتش اللي فات جبت كام نقطه؟ 135. والماتش الاولاني 120. كلنا نحيي محمود كرم افضل لاعب الماتشين اللي فاتوا. رنا ازيك يا رنا؟ الحمد لله. اختفيتي الماتش اللي فات، افتقدناكي. انا كمان. ايه اللي حصل؟
ولا حاجة، بدلنا مع بعض عشان زملائي ياخدوا فرصة برضو يلعبوا. حاجة جميلة جدا. كويس، احساسك ايه بقى لما رجعتي تاني في دور الثمانية؟ متوترة شوية، قلقانة لحسن اكون مش متعودة على نفس جو البرنامج والمسابقة نفسها عشان قعدت المرة اللي فاتت برة، بس متحمسة جدا، فخورة بينا ان احنا وصلنا لهنا. ما تقلقيش، اول ما هقول والسؤال هو هتدخلي على طول في المود ان شاء الله. بالتوفيق يا رنا. ازيك عبد الرحمن؟ تمام الحمد لله. جاهز ماتش النهارده ان شاء الله؟ استعديت؟ احنا عملت ايه؟ احنا كان عرفنا نقطة ضعفنا في الماتشات اللي فاتت، وحاولنا نذاكر، يعني حاولنا نقسم النقط دي علينا، يعني ان شاء الله. حاسس ان الحلم قرب ان شاء الله؟ ان شاء الله، يعني بعد النهارده الموضوع هيبقى قرب خالص يعني. بالتوفيق عبد الرحمن. فاطمه، ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. قلقانه طبعا زي كل ماتش العادي بتاعك، انا على طول قلقانه. قولي لي رسالتك لمين النهارده؟ لأهلي برضو. لا انا عايزك النهارده تقولي رساله لزمايلك. اقول لهم يا جماعه حتى لو لا قدر الله ما كسبناش، فاحنا لازم نبقى فخورين باللي احنا عملناه يعني. ماتش هيبقى صعب؟ أكيد أكيد. أوه. بالتوفيق يا فاطمة. إن شاء الله. أما الجامعة التانية واللي هتنافس للوصول للمربع الذهبي، فازت على جامعة النيل وجامعة قناة السويس. من محافظة غربية نرحب كلنا بجامعة طنطا. جامعة طنطا استقلت كجامعة في عام 1972 بعد أن كانت فرعاً لجامعة الإسكندرية منذ إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 1486 لعام 1962، وهو القرار الذي نص على إنشاء كلية الطب بطنطا. يعد عام 1972 عتبة فارقة في تاريخ جامعة طنطا بصدور القانون رقم 49 لعام 1972 الذي نص على إنشاء جامعة وسط الدلتا، ثم عدل الاسم لاحقاً عام 1973 ليكون جامعة طنطا. تضم 18 كلية، منها 12 بمدينة طنطا وستة بفرع الجامعة بكفر الشيخ. همثل طنطا في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وهم في دور الستاشر. أدائي ما كانش كويس كفاية وما كنتش مركز، إن شاء الله النهاردة في دور الثمانية أكون مركز وأقدر أساعد التيم والجامعة في الوصول لدور المربع الذهبي. معانا النهاردة أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 125 نقطة، إسلام النوية، إجابة صحيحة. حلمنا إن احنا نوصل للمربع الذهبي لأننا تعبنا واشتغلنا على نفسنا كتير، وإن شاء الله نعمل ماتش حلو النهاردة. ولا ثانية، إجابة صحيحة. الفريق كان معتمد عليا في اول ماتشين في الفتره الاولى بشكل كبير، والفتره الاخيره ما كنتش مركز قوي. نقول الارجنتين. وانا اقول اجابه خاطئه. الماتش اللي فات انا جبت سوبر هاتريك في ضربات الجزاء، دي في حد ذاتها حاجه ادتني دفعه معنويه جامده وزودت ثقتي في نفسي، وان شاء الله النهارده هنعمل ماتش كويس. طه حسين الهدف الرابع. جامعة طنطا رجعتوا تاني، الحمد لله على السلامة. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. كنت متوقع توصل لدور الثمانية؟ بصراحة كنت متوقع. استعدت ازاي؟ حاولت اجمع اكبر قدر من المعلومات، يعني اقرا اكتر، اشوف الحاجات اللي انا ضعيف فيها، احاول ازود نفسي فيها يعني. بالتوفيق يا اسلام. ايمان، ازيك يا ايمان؟ ازي حضرتك. التوتر بيبان من مسكة الايد اللي عندك. قولي لي رسالتك ايه النهارده ولمين؟ رسالتي النهاردة لأهلي. تقول لهم إيه؟ أقول لهم إن أنا مبسوطة جداً إن أنا قدرت أوصل لحد المكان ده، طبعاً بدعواتهم، حتى إن إحنا كسبنا لغاية النهاردة ده بدعواتهم وبدعوات أهلنا كلنا، وإن شاء الله نفضل مشرفينهم كده مهما حصل، وهنعمل إن شاء الله ماتش حلو مهما كانت النتيجة بإذن الله. بالتوفيق يا إيمان. ازيك يا أسامة؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ عامل إيه؟ الحمد لله تمام. قلقان جدا المرة دي، قلق زايد جامد. مش يعني. قولي يا أسامة، احتفلتوا ازاي الماتش اللي فات؟ الماتش اللي فات يعني كنا تعبانين من السفر، فأجواء الأتوبيس ما كانتش برضه احتفالية قوي، بس في البيت عندنا فرحوا جدا يعني، ونتمنوا إن احنا نصعد إن شاء الله للمربع الذهبي. تمام. إيمان، ازيك يا إيمان؟ الحمد لله. رسالتك لزمايلك إيه؟
أيوة، وانا اتمنى ان احنا نفضل محافظين على الروح الكويسة اللي ما بيننا، وان احنا ندعم بعض اكتر ونساعد بعض اكتر. يعني اعتقد ان انتوا بقيتوا اصحاب بعد التجربة دي، صح؟ ايوة، احنا يعني انا في ناس اصلا منهم كنت اعرفهم معرفة قبل كده بس ما كانتش قوي يعني، فالحمد لله يعني بقينا اصحاب قوي. حاجة جميلة جدا. جاهزة الماتش النهاردة؟ ان شاء الله. قلقانة؟ يعني حاجة بسيطة، مش قوي ولا قوي؟ مش قوي يعني. على العموم لستوا عارفين ان الحلقة دي حلقة صعبة مش حلقة سهلة. وقبل ما نبتدي عايز احيي جامعتين اللي وصلوا لدور الثمانية، الجامعة الأمريكية وجامعة طنطا. الموسم الثاني لعباقرة الجامعات 5 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: لأي دوري ينتمي نادي أستون فيلا لكرة القدم؟ محمود إجابتك. الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي، إجابة صحيحة. محمود، من حقك تختار مين اللي يبتدي. احنا اللي نبتدي ان شاء الله. انتوا هتبتدوا الاول. تمام، جاهزين؟ ان شاء الله. ان شاء الله. واول فقره هي فقره العلم. العلم. العلم 4 اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. الجامعه الامريكيه عندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ في جوكر. لا ما في جوكر. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة تقع جزيرة ليمنوس؟ في أي دولة تقع جزيرة ليمنوس؟ ثمان ثواني. ما أشركتش حد في الإجابة. لا، واتفقنا يعتبر على الإجابة. اتفقتوا. بس تخمينة. شيء جاوب صح. اتفقتوا على ايه؟ انا مش مقتنع اصلا بالتخمينه، بس هنقول يعني اليونان. مين مسؤول عن الاجابه؟ انا. رنا، اليونان اجابه ايه؟ مش متاكده بصراحه. اجابه صحيحه. اليونان الاجابه صحيحه. انت خدتيها اي كيو. تمام، 10 الجامعه الامريكيه وسؤال في الجغرافيا لطنطا. في جوكر؟ لا. جغرافيا، والسؤال هو: ما هي أعلى عاصمة في العالم فوق مستوى سطح البحر؟ إسلام إجابتك؟ لاباز. لاباز ب10 نقط، وما خدتوش الجوكر. للأسف. مش كنت تاخد الجوكر؟ معرفش. إجابة صحيحة. لاباز هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة تعادل. ودلوقتي عندنا سؤال في التاريخ. في جوكر؟ لا ما في جوكر. تاريخ، والسؤال هو: من هو الرئيس الأمريكي الراحل الذي كان طيارا خلال الحرب العالمية الثانية؟ مين الرئيس الأمريكي اللي كان طيار خلال الحرب العالمية الثانية؟ محمود إجابتك. جون إف كينيدي. إجابة خاطئة. فرصة تخطف طنطا 10 نقط. إسلام مين؟ هاري ترومان. إسلام إجابة خاطئة. زائد 5 أو ناقص 5: ريتشارد نيكسون، جورج بوش الأب، دوايت أيزنهاور، جورج بوش الابن. إيزنهاور. خدت ريسك ليه يا اسلام؟ انا كنت شاكك ان هو اللي قبل هاري ترومان، بس ما كنتش متاكد يعني، فانا ما كنتش عارف مين اللي قبل هاري ترومان، بس لما جه الاختيارات شكيت ان هو إيزنهاور. زائد 5 أو ناقص 5. بص ايمان قلقانه ازاي، بس هو مش حاجه من الاختيارات تقريبا. هتعرفي حالا يا ايمان. اجابه خاطئه. الإجابة الصحيحة
جورج بوش الأب. للأسف الشديد يا طنطا خسرنا 5 نقط، وبقت النتيجة 5 طنطا الجامعة الأمريكية 10. وطنطا عندكم سؤال في التاريخ ممكن يعوض اللي حصل. تاريخ، والسؤال هو: من هو الرئيس المصري الذي حصل على وسام بطل الاتحاد السوفيتي؟ طبعا لو الإجابة غلط هتبقى صح ناحية تانية. 7 ثواني. نزل إيدك. أيوة، محمد أنور السادات. السادات ب10 نقط، إجابة خاطئة. روبوتكس الجامعة الأمريكية. في إجابة ولا فيش إجابة؟ ما ينفعش تتكلموا معايا. إجابتك محمد حسني مبارك. محمود، إجابة خاطئة. 4 اختيارات، والاختيارات احنا محدودة عندنا جدا. محمد نجيب، عدلي منصور، جمال عبد الناصر، صوفيا ابو طالب. ما ينفعش تتكلمي مع حد. فاطمة، اجابتك جمال عبد الناصر. طبعا جمال عبد الناصر، اجابة صحيحة. طبعا جمال عبد الناصر، في ايه مالكو؟ ده سؤال سهل. طيب النتيجة اتغيرت، بقت 15 الجامعة الأمريكية، 5 طنطا. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال للجامعة الأمريكية أدب، والسؤال هو: من هي الروائية الأمريكية كاتبة رواية The Host؟ من هي الروائية الأمريكية كاتبة رواية The Host؟ 10 ثواني. محمود، إجابتك ستيفاني ماير. محمود، ستيفاني ماير، إجابة صحيحة. ستيفاني ماير هي الإجابة صحيحة. برافو عليك يا محمود، 10 نقط، ما كانوش سهلين. 25 جامعة الأمريكية، 5 طنطا. ودلوقتي عندنا سؤال في الأدب لطنطا، في شكر أدب، والسؤال هو: من الذي ألف كتاب شخصيات حية من الأغاني؟ من الذي ألف كتاب شخصيات حية من الأغاني؟ 10 ثواني. لخص في كتاب الأغاني للأصفهاني. إيمان، مين؟ عمر طاهر. عمر طاهر، إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمود، هي تخمينة بصراحة. إجابتك طه حسين. طه حسين، إجابة إيه؟ إجابة خاطئة. 4 اختيارات، إبراهيم أصلان، علي خضر، محمد المنسي أنديل، ضياء جبيلي. محدش هياخد الريسك، صح؟ الإجابة الصحيحة محمد المنسي قنديل. دلوقتي آخر سؤالين في الفقرة. أنا عارف إن الأسئلة صعبة، إحنا عارفين ده دور الثمانية، لازم تبقى الحلقة صعبة. سؤال في العلوم، في شكر؟ دوس على البازر. السؤال اللي جاي في رأيي الشخصي محتاج ورقة وقلم. طلع علوم في ورقة وقلم. سؤال علوم. لا مش أول مرة. علوم، والسؤال هو: ما هي الصيغة الكيميائية للنيكوتين؟ فاضل 10 ثواني. عبد الرحمن، إجابتك يا إجابة غلط. نسيت. عجبني أوي إجابة غلط. إجابتك C12H24. عبد الرحمن، إجابة إيه؟ خاطئة والله. برافو عليك، إجابة خاطئة.
إجابتك C24H124OH. أسامة إجابة إيه؟ إجابة مضحكة. برافو عليك، إجابة مضحكة. والله أنا حاسس هيبقى عندنا أربع اختيارات مضحكة أكتر. الاختيارات قصادنا على الشاشة. أنا الحقيقة مش هقولهم. يعني أنا عايزكم تقروا الاختيارات عشان أنا مش هقولهم. في حد هياخد الريسك؟ لا. حدش هياخد الريسك. هي دي أول واحدة صح؟ صدق يا فاطمة إن إجابتك صح. الإجابة صحيحة C10H14N2. معلومة بقت مهمة للناس اللي بتشرب سجاير عشان تبطل. النتيجة زي ما هي 25 جامعة أمريكية طنطا 5 وطنطا محتاجة الجوكر. في جوكر؟ اتفضل. السؤال ده مش محتاج ورقة وقلم. السؤال ده أكتر منه معلومات عامة. علوم. والسؤال هو في عام 2018 عثرت بعثة بقيادة الدكتور هشام سلام على أول حفرية ديناصور في مصر، فما الاسم الذي أطلق عليه؟ منصورة صورة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. منصورة سورس هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أسامة. 25-25 تعادل. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 500,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لتطوير الكرة المصرية. عباقرة الجامعات الموسم الثاني، مباراة مهمة وصعبة في دور الثمانية، والنتيجة جامعة الأمريكية 25 طنطا 25 تعادل. وطنطا عندنا تغييرين، عمرو النواهي نزل مكان أسامة البديوي، وإناس عمر نزلت مكان إيمان أشرف. ازيك يا إناس؟ الحمد لله تمام. شايف الماتش ازاي من كرسي الاحتياطي؟ ماتش صعب ومفيش حد هيكسب فيه بالصدفة خالص، لازم نكون كفاءة جدا يعني. أسئلة صعبة. أو حلقة صعبة صح؟ جاهز الماتش؟ إن شاء الله. ازيك يا عمر؟ الحمد لله تمام. قلقان؟ لا مش قلقان. لا مستمتع بالتجربة؟ جدا جدا. إحساسك إيه؟ هو إحساس حلو طبعا، لأن البرنامج أنا بشوفه من أول موسم وكان نفسي أشترك فيه، فدي آخر سنة في الجامعة ليا، فالفرصة اتحققت خلاص. تنضم بعد كده عباقرة العائلات. أنا وإسلام بقى إخواتها. صح، أنتوا الاثنين تعملوا فريق. بالظبط. أنت وأخوك تعملوا فريق، تجيب باباكم ومامتك تعملوا فريق. مفيش مشكلة. بالتوفيق يا عمرو. وحصل عندنا تغيير واحد في الجامعة الأمريكية. هاني موسى نزل مكان عبد الرحمن رضوان. ازيك يا هاني؟ تمام الحمد لله. شايف الماتش إزاي من كرسي الاحتياطي؟ هو طبعًا أصعب من الماتشين اللي فاتوا. كنت بنزل يعني واحنا متقدمين شويه، فاكيد هيبقى ماتش حلو. بس اللي عجبني الاجواء دمها خفيف. تمام. هو يعني عاملين تهزروا مع بعض ودي حاجه جميله جدا. هي دي الماتشات اللي انا بحبها الحقيقه، تبقى ماتشات صعبه بس دمها خفيف. بالتوفيق يا هاني. شكرا. ودلوقتي نرجع للفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه اربع اجزاء: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين رنا وإيمان، إيمان ورنا، وهنشوف مين اللي هيجاوب على السؤال الأول. روح رياضية، معلومات عامة، والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لجمهورية الجابون؟ الجابون العملة الرسمية بتاعتها ايه؟
10 ثواني. مش هخسر حاجة صح؟ يعني فكرتي 14 ثانية ومش تخسري حاجة. إجابتك يا رنا فرانك أفريقي. الفرانك بعشر نقط. إجابة إيه؟ ده كده خالص برضه خالص خالص. إجابة صحيحة. فرانك هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رنا 10 نقط. وبكده الجامعة الأمريكية 35-25 طنطا. وسؤال في الرياضة. والسؤال هو كم شوطاً في مباراة الرجبي؟ خطف منك البازر. إجابة أربع أشواط. أربع أشواط. إجابة خاطئة. بازر عندك كنت بتحاول تخطفه بقى قدامك أهو لوحدك. أيوة بالظبط كده. إجابتك شوطين. بتسألني يعني شوية محمود. إجابة صحيحة. شوطين فعلا وكل شوط 40 دقيقة. وكده النتيجة 45 جامعة أمريكية 25 طنطا. وسؤال في التكنولوجيا. والسؤال هو لأي شركات العالمية ينتمي محرك البحث بينج؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت. إجابة صحيحة. برافو عليك يا ناس. مايكروسوفت هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط. 35 طنطا. 45 الجامعة الأمريكية. وقدرات ذهنية ومن غير روح رياضية. والسؤال هو حل المسألة الآتية. 666 في 3 ناقص 3 يساوي كام؟ إجابتك يا إسلام 1993. 1993 إجابة خاطئة. إجابتك يا هاني 1201. 1201 إجابة خاطئة. إيه بقى الإجابة يا إسلام؟ 1995. الإجابة الصحيحة 1995. خسارة يا إسلام العشر نقط دول جدا. معلش هارد لك. دلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية. وأول سؤال في المعلومات العامة. والسؤال هو كم عدد الحروف اللثوية؟ إجابتك يا فاطمة ثلاثة. إجابة صحيحة. ثلاثة هي الإجابة الصحيحة. وكان النتيجة 55 الجامعة الأمريكية 35 طنطا. ودلوقتي عندنا سؤال في الرياضة. والسؤال هو ما هو النادي الإيطالي الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عام 1994؟ عمر إجابتك. إيه سي ميلان. إجابة خطأ. انتر ميلان. في إجابة. إجابتك يا محمود انتر ميلان. الإجابة طلع من عند مين؟ هاني. ما بتجاوبش ليه يا هاني؟ ما مش متأكد. مش متأكد فتدبس محمود؟ لا أنا كنت مش فاهم يعني. كنت بسأله عليها وهو بتسأله فهو خد القرار يجرب هو. محمود قول لهاني شكرا. إجابة صحيحة. انتر ميلان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا هاني. وبكده النتيجة 65 جامعة أمريكية 35 طنطا. هارد لك يا عمر. فرقت. سؤال ثالث في التكنولوجيا. والسؤال هو في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي لشركة EA Electronic Arts؟ فين يا هاني؟ كاليفورنيا. هاني كاليفورنيا. إجابة صحيحة. فعلا في كاليفورنيا. برافو عليك يا هاني 10 نقط هاني. وكده النتيجة 75 جامعة الأمريكية 35 طنطا. ودلوقتي عندنا السؤال الأخير في الفقرة في القدرات الذهنية. والسؤال هو
هنحل المسألة الآتية: 15 في 5 زائد 16 في 6 زائد 17 في 7 يساوي كام؟ سؤال صعب. إيمان إجابتك؟ 31. 31 إجابة خاطئة. محمود إجابتك؟ 300. 300 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 290. النتيجة في آخر الفقرة 75. روبوتكس الجامعة الأمريكية 35 طنطا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة، كل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 600,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,100,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لتطوير الكرة المصرية. الموسم الثاني عباقرة الجامعات، والنتيجة جامعة الأمريكية 75 35 طنطا. وفي طنطا حصل عندنا تغيير، إيمان أشرف رجعت مكان إيناس عمر. وجامعة الأمريكية حصل عندنا تغييرين، عبد الرحمن رضوان رجع مكان هاني موسى، وهمسة يوسف نزلت مكان فاطمة الجرحي. ازيك يا همسة؟ الحمد لله. شكلك مبسوط. لا متوترة جدا. جدا ليه متوترة؟ ليه؟ مع ان نتيجتك الحقيقة تطمن شوية، مش قوي بس تطمن. بس دي مسؤولية كبيرة، يعني حاسة بمسؤولية كبيرة ان احنا لازم ايه المسؤولية؟ انت جاية تستمتعي، تنبسطي معانا، بنتعلم كلنا معلومات جديدة، جو لطيف، تعرفت على فريق من طنطا، بقيتوا اصحاب، حاجة جميلة يعني. مفيش حاجة تستدعي انك تقلقي خالص. صح؟ قوليلي رسالتك لمين النهاردة؟ رسالتي لمامتي، حابة أشكرها على كل اللي هي عملته معايا، إن هي وقفت واقفة جنبي من زمان جدا، وأكتر حد بيبقى في ظهري دايما. نحييها كلنا كمان. وأكيد هي فخورة بيكي دلوقتي. أتمنى كده. تمام، نرجع للفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أجزاء: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. 8 أسئلة ب80 نقطة. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو: من الذي قام بدور الطبيب هانتر آدمز في فيلم باتش آدمز؟ من الذي قام بدور الطبيب هانتر آدمز في فيلم باتش آدمز؟ 7 ثواني. عمر إجابتك؟ توم هانكس. توم هانكس يا عمر، إجابة خطأ. مش هنخسر حاجة محمود، صح؟ إجابتك ماتي ماكوني. إجابة خطأ. الإجابة الصحيحة روبن ويليامز. أيوه بالظبط كده. السؤال الثاني في السينما والمسرح، والسؤال هو: من الذي قام بدور العقيد توفيق شركس في فيلم البريء؟ محمود. محمود عبد العزيز. كان بطولة مين الفيلم ده؟ أحمد زكي. أحمد زكي. إخراج مين؟ عبد طيب. انت شاطر جدا يعني. اجابه صحيحه. الثلاث اجابات صح، برافو عليك يا محمود. 85 جامعه الامريكيه، طنطا 35. ودلوقتي عندنا سؤالين في الاغاني والموسيقى، والسؤال هو: من هي المطربه الراحله صاحبه اغنيه امتى هتعرف امتى؟ عمرو اسمهان.
أسمهان. عارف الأغنية؟ آه أكيد. طب قلقان ليه؟ معرفش. أما لو أنت عارف الأغنية وكلهم بيحيوك وكلهم مبسوطين تبقى إجابة إيه؟ صحيحة. إجابة صحيحة طبعاً أسمهان، إجابة صحيحة. وكان النتيجة 45 طنطا، 85 الجامعة الأمريكية. السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو أغنية يا أنا يا أنا للمطربة اللبنانية فيروز اقتبست مقدمتها الموسيقية من سيمفونية الموسيقار عالمي، فمن هو؟ إسلام. بيتهوفن. بيتهوفن إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ عبد الرحمن. تخمين. إجابتك؟ باخ. إجابة خاطئة. موزارت. بالظبط كده. الإجابة الصحيحة إيه بقى يا إسلام؟ موزارت. الإجابة الصحيحة موزارت. دلوقتي عندنا سؤالين في اللوحات والمعالم، والسؤال هو مسجد نصير الملك والمعروف بالمسجد الوردي أحد أشهر مساجد آسيا، ففي أي دولة يقع؟ إسلام. ماليزيا. ماليزيا إجابة خاطئة. عبد الرحمن. باكستان. إجابة خاطئة برضو. الإجابة الصحيحة إيران. دلوقتي عندنا سؤال التاني في اللوحات والمعالم، والسؤال هو لوحة العمل والمرح لأحد أشهر الفنانين التشكيليين المصريين، فمن هو؟ عمرو. حسين بيكار. حسين بيكار يا عمرو. هو بيرسم حاجات النوبة. إجابة خاطئة. عبد الرحمن إجابتك. خطف البازر من محمود. مش هتفرق الحقيقة. يعني عندكم انتوا الاثنين نفس الإجابة؟ انا ما سمعتش إجابته أساسا. ما سمعتش إجابته أصلا. تمام. طب إجابتك إيه يا عبد الرحمن؟ محمود سعيد. تمام أكيد. ما أعرفش. نفس الإجابة يا محمود؟ إجابتي برضو غلط يعني. إجابتك إيه؟ عبد الهادي الجزار. عبد الهادي الجزار. هما كلهم فنانين عظماء. الحمد لله. عبد الرحمن إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة راغب عياد، فنان تشكيلي كبير جدا واسمه مهم جدا ولازم تعرفوا اسمه. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في سرعة البديهة، والسؤال هو ما اسم الفيلم في الصورة؟ رنا. 101 دالميشن. إجابة صحيحة. والهندد الواندل نيشنز الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رنا. 10 نقط للجامعة الأمريكية. 95 طنطا 45. ودلوقتي آخر سؤال في الفقرة سرعة البديهة، والسؤال هو ما اسم الجزر في الصورة؟ جزر كوك. إسلام. أخيراً أخيراً لقطها إسلام. كوك آيلاندز. إجابة صحيحة. كوك آيلاندز الإجابة الصحيحة. 10 نقط إسلام. وبكده النتيجة 55 طنطا 95 الجامعة الأمريكية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع أصعب فقرة، فقرة 25 نقطة لجامعة واحدة بس، والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة الفنون، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 400,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,500,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لتطوير الكرة المصرية. عباقرة الجامعات ومباراة صعبة جدا في دور الثمانية، وأفكركم بالنتيجة.
الجامعة الأمريكية 95 وطنطا 55، وحصل عندنا تغيير واحد بس، أسامة البديوي نزل مكان عمرو النويهي. ماتش صعب يا أسامة. صعب جدا جدا. لسه فاضل فقرة أصعب، ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. محمود كرم وإيمان أشرف اتفضلوا، هنشوف مين اللي هيحرز ال 25 نقطة دول للجامعة بتاعته. إيمان ومحمود، محمود وإيمان، وهنخلط الورق ونشوف الهدف الأول موضوعه إيه. إيديكوا على البازرز والهدف الأول قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 15 على 3 زائد 33 على 3 يساوي كام؟ إجابتك 16. 16 الهدف الأول. برافو عليك يا محمود، الهدف الأول 16، هدف بلا مقابل يا أسامة. ازيك يا أسامة؟ الله يسلمك. الموقف صعب يا أسامة. صعب جدا جدا. وانتوا محتاجين ال 25 نقطة دول علشان ترجعوا تاني في الماتش بإذن الله. حسل فيه يا أسامة؟ علوم إن شاء الله. علوم، تمام. تاريخ. والسؤال هو، في عهد من من الخلفاء الراشدين تم فتح أصفهان؟ إجابتك عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الهدف الثاني. محمود خطف الهدف الثاني، هدفين بلا مقابل. إيمان، الموقف عمال يصعب جدا، محتاجين شوية تركيز إن شاء الله. عايز تسألي فيه يا إيمان؟ أي حاجة. زي إيه؟ ممكن أدب. أدب، تمام، هنشوف. علوم. والسؤال هو، ما هو أخف المعادن وزناً؟ ليثيوم. الهدف الأول. برافو يا مان، برافو يا مان. الليثيوم. محمود كرم عملت اللي عليك وزيادة، عرست هدفين، تمام، برافو عليك. هدفين مقابل هدف، يا مان تتعادل يا عبد الرحمن يخطف الهدف التالت. عايز تسأل فيه يا عبد الرحمن؟ أي حاجة غير رياضة. أي حاجة غير رياضة، تمام. لعلمك الإجابة دي المفروض تطلع من عندها مش من عندك. مش مهم. جغرافيا. والسؤال هو، ما هي أكبر جزيرة في قارة أفريقيا؟ جزيرة مدغشقر. الهدف الثاني. برافو عليك يا إيمان، هدفين مقابل هدفين. رنا وصلت وروح رياضية. يا الهدف الثالث الجامعة الأمريكية، يا الهدف الثالث لجامعة طنطا. هنشوف. رانا عايز تسألي في ايه؟ أي حاجة، مش عارف. مش عارف، هنشوف أي حاجة هتطلع ايه. أدب. والسؤال هو، من هو الأديب المصري الراحل مؤلف كتاب قهوة باليورانيوم؟ أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق الهدف الثالث. هاتريك إيمان، ثلاثة أهداف. همسة وإيمان، إيمان وهمسة، ثلاثة أهداف مقابل هدفين. إيمان هاتريك، يا الهدف الثالث لهمسة وتتعادل، يا إما إيمان ترجع لجامعة طنطا بسوبر هاتريك و25 نقطة. وال55 تبقى كام؟ 80 نقطة. 80، هنشوف. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 184 ناقص 6 في 2 على 4 يساوي كام؟ 181. 181
الهدف الرابع سوبر هاتريك إيمان، برافو عليكي، 4 أهداف لإيمان. سوبر هاتريك إيمان عيد، برافو عليكي ما شاء الله، 4 أهداف ورا بعض، ورجعتي كمان طنطا تاني في الماتش 80 جامعة طنطا والجامعة الأمريكية 95. طبعا الحلقة صعبة علشان ده دور الثمانية واللي جاي بيبقى أصعب، الأسئلة صعبة وغير متوقعة، مش حاسة إن في حد كان مقصر خالص. وأنا في أول هدفين الاستراتيجية بتاعتي كانت إن أنا أخطف البازر الأول بعد كده أشوف السؤال وأجاوب. جايز النهاردة محمود كالعادة متألق شوية، مش أنا لوحدي وما بلعبش لوحدي، أنا بلعب مع تيم. 16 الهدف الأول. السكور طبعا بقى قريب قوي، أنا طبعا قلقان إن إحنا نفوت سؤال أو ما نجاوبش على سؤال كده، هنبقى حطينا في موقف مش حلو خالص. إن سؤال واحد في عجلة الحظ ما يتجاوبش من الجامعة الأمريكية رجعت طنطا تتقدم. أنا قلت الإجابة 1993، بعد كده بثانية بالظبط خدت بالي إن أنا اتلخبطت. لو جامعة طنطا النهاردة وصلت لدول الأربعة يبقى ده بسبب إيمان عيد. أنا عملت اللي عليا وقلت الباقي على ربنا والحمد لله، ربنا نصرني يعني وجبت سوبر هاتريك. هنشوف عجلة الحظ هتودينا فين، والأربع أسئلة هيعملوا إيه في ماتش زي ده. وقبل ما نبتدي عجلة الحظ عايز أرحب بسلمى نوفل. إزيك يا سلمى؟ إزاي حضرتك؟ قاعدة مع جمهور طنطا منورانا في الاستوديو. شكرا نور حضرتك. إحساسك إيه بقى وإنت قاعدة مع الجمهور؟ أول مرة طبعا، فإحساس غريب وجديد عليا، بس نفس التوتر أنا جربت قبل كده إحساسهم هم قاعدين وبيحاولوا يجاوبوا الأسئلة كده يعني. قولي لي يا سلمى، أنت حصلتي على كأس العباقرة الموسم الرابع، لغاية دلوقتي الموضوع مكمل معاكي؟ ناس فاكرة؟ أو بصراحة لسه في ناس فاكرة وكده يعني. أكيد بيعتبروكي قدوة. إن شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق يا سلمى. شكرا. ومعانا طبعا بطل الموسم الأول عبد الرحمن ضياء. إزيك يا عبد الرحمن، منورنا في الاستوديو. يا حضرتك مساء السلام نورك. إحساسك إيه وأنت بتتفرج على الجامعة الأمريكية والفريق اللي أنت يعني اجتهدت جدا إنه ينضم لموسم التاني لعباقرة الجامعات، وشايف الموضوع بيتطور وفي المربع الذهبي قربنا، مباراة صعبة جدا محدش عارف هتنتهي إزاي؟ قلقان جدا، واثق فيهم إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يكسبوا. الحمد لله يعني الفريق شاطرين جدا الحمد لله، ربنا يوفقهم وان شاء الله هيعدوا من الماتش. حلو، ماتش حلو جدا، صعب جدا، والاسئله صعبه جدا، اسئله صعبه جدا، مفيش هزار، مفيش هزار خالص طبعا. حتى اسئله القدرات الذهنيه اللي هي المفروض انها بتاخد ثانيه وثانيتين، لا بتاخد العشرين ثانيه الصراحه. هي محتاجه 20 ثانيه فعلا. منورنا عبد الرحمن، مبسوطين جدا انك دايما معانا في الاستوديو. شكرا استاذ. ونرجع لاخر فقره واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي، فقره عجله الحظ. عجله الحظ، سؤالين لكل جامعه، واول سؤال ميرنا عزمي. اتفضلي يا ميرنا، هنشوف ميرنا عزمي والسؤال الاول للجامعه الامريكيه موضوعه ايه. لفه كامله يا ميرنا. جوكر يا ميرنا، عملت اللي عليك وجبتي جوكر، تحبي يتسألوا في ايه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، تمام. سؤال في القدرات الذهنية، عندكم 15 ثانية. سؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 نقطة. 20 نقطة، تمام. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 500 على 5 في 600 على 3 يساوي كام؟ سبع ثواني. محمود إجابتك؟ 2 وجنبها 4 أصفار، 20,000. 20,000 بـ20 نقطة، إجابة صحيحة. 20,000 هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا محمود، وبرافو عليك إن أنت متأني جدا، مفيش واحد ياخد الريسك في حاجة زي دي. 115 الجامعة الأمريكية،
جامعة طنطا 80. أسماء دياب اتفضلي أسماء. هنشوف السؤال الأول لجامعة طنطا موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا أسماء اتفضلي. شكرا يا أسماء. تمام. قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. والسؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30 نقطة. دوس على البازر. سؤال ب30 نقطة 15 ثانية. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 20 × 7 × 2 يساوي كام؟ إسلام إجابتك؟ 70. إيمان قالت 70 وإسلام قال 70 وأسامة قال 70، بس إيمان مش موافقة. لا موافقة. موافقة؟ إجابة صحيحة. 70 هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 110 طنطا، 115 الجامعة الأمريكية. السؤال الأخير للجامعة الأمريكية. سيف الدريني اتفضل يا سيف. هنشوف سيف والسؤال الثاني موضوعه ايه. لفة كاملة يا سيف اتفضل. رياضة. سؤال في الرياضة ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20 نقطة. 20 نقطة. تمام. رياضة. والسؤال هو في أولمبياد أتلانتا عام 1996 فاز نور الدين مرسلي بالميدالية الذهبية في رياضة ألعاب القوى، فما هي جنسيته؟ عشر ثواني. محمود لو إجابتك صح اتأهلت المربع الذهبي. إجابتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده الإجابة مغربي. مغربي. مغربي ب20 نقطة. إجابة خاطئة. إسلام إجابتك؟ تونسي. تونسي يا إسلام ب20 نقطة. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة جزائري. النتيجة زي ما هي: 115 الجامعة الأمريكية، 110 جامعة طنطا. سؤال الأخير محمد الوكيل. هنشوف السؤال الأخير موضوعه إيه. السؤال الأخير واللي هيحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي. شكراً يا محمد. جغرافيا أو تاريخ. جامعة طنطا لو الإجابة صح اتأهلت المربع الذهبي، لو الإجابة غلط الجامعة الأمريكية هتتأهل من غير ما تجاوب. تمام. آخر سؤال واللي هيحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي: تاريخ. والسؤال هو في أي سنة هجرية وقعت معركة أجنادين بين المسلمين والبيزنطيين؟ خمس ثواني. أسامة. 13 هجرية إن شاء الله. 13 هجرية. أسامة قبل ما اقول لك اجابتك صح ولا غلط، معانا النهارده افضل لاعب ب70 نقطه محمود كرم من الجامعه الامريكيه. اسامه 13 هجريا ب20 نقطه. اجابه صحيحه. الف مبروك جامعه طنطا، اتاهلتوا بدور الأربعة. هارد لك الجامعة الأمريكية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 245 نقطة،
كل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 2,450,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 29,650,000 جنيه من البنك الأهلي المصري لتطوير الكرة المصرية. ألف مبروك جامعة طنطا، اتأهلتوا لدور الأربعة هارد لك الجامعة الأمريكية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. إن شاء الله ممكن نشارك في الموسم الثالث ونمثل الجامعة تاني، وبإذن الله ممكن نوصل للفاينلز. الموسم اللي فات طلعنا من اول ماتش، الموسم ده داخلين بامل ان احنا ناخد الكاس ان شاء الله، والحلم بدا يقرب مننا، وان شاء الله نرجع طنطا واخدين كاس العباقرة. احساسي ان انا بيست بلاير، ان شاء الله يعني هحاول اعوض اللي حصل النهارده في ماتش البيست بلاير واجيب اللقب للجامعه.